على انغام حلوه البدايات بيحقق الزمالك انتصار مستحق على الترجي التونسي، وبيفتتح شهر فبراير باعلان مهم جدا ان عنده نجوم لو في حالتهم الفريق ده يقدر يكسب اي حد. قبل ما نتكلم عن مباراه السوبر ونحلل طريقه باتريس كارترون في ارض الملعب قدام معين شعباني، خلينا نقول ان النقطه الرئيسيه اللي خلت الزمالك يكسب ان لعبته لعبت بقوه ورجوله تليق بابطال السوبر. بمعنى لو تفتكروا ماتش السوبر قدام الاهلي كان في بدايه الموسم، كان الفريق بيخسر كل الالتحامات الهوائيه، كانت النتيجه ان لعبت الاهلي بتكتسب ثقه، لعبت الاهلي بتكسب عليك كور طويله على حدود منطقه جزائك فبتحطك تحت ضغط، تكسب منك الكره الثانيه في وسط الملعب فبتتحكم عليك، ومش بس بتتحكم فيك في ارض الملعب هي كمان بتعمل عليك زياده عدديه. ده اللي عمله الزمالك النهارده في الترجي التونسي. لو بصينا على طريقه لعب الترجي التونسي مع معين شعباني هنلاقي ان الفريق الترجي دايما بيلعب بيه 4 مدافعين وقدامهم 3 ارتكاز. الطريقه دي دايما قوتها ان انت بتقدر تزود الاثنين لاعبي الارتكاز دول يكونوا صناع العاب للفريق، لكن دايما فيها نقطه ضعف هي المساحة اللي موجودة خلف ثنائي الارتكاز ده. وفي معظم الوقت لو الثنائي ده ما عندوش طاقة كبيرة والتزام كبير عشان يرجعوا في الوقت المناسب بتظهر مساحات فاضية. طيب باتريس كارترون عمل ايه؟ باتريس كارترون قرر يلعب كرات طولية على مصطفى محمد، وبالتالي يبقى في 2 لعيبة. مصطفى محمد دايما كان بينزل يكسب المساحة اللي موجودة هنا ويشد معاه واحد من قلبين الدفاع او يطلع مع لاعب الارتكاز فيفتح مساحة لأوباما. اللي حصل بقى ان في اللقطة بتاعت الجون الاول ابتدت الكورة عن طريق مصطفى محمد، كورة طولية، الكورة بتاعت زيزو اللي ضيعها واللي كانت ممكن تقتل المباراة ابتدت بكورة على راس مصطفى محمد وكاد الفريق ان هو يسجل هدفا قاتلا. انت بتتكلم كمان في ان الهدف اللي سجله اشرف بن شرقي اللي قتل المباراة ابتدى بضغط على من فرجاني ساسي وفوز بالتحام مشترك مهم. وعلى سيرة بقى اشرف بن شرقي، اعتقد ان الفريق اكتشف او ان الفريق بعد فترة طويلة قوي واخد فترة طويلة قوي عشان يكتشف ان هو ده نوعية اللعيبة اللي تقدر تجيب لك بطولة. بعد رحلة فيها مدبولي وفيها عنتر وفيها داودة وفيها رؤى وفيها اسماء كتير جدا كانت عديمة الخبرة في على مستوى القارة، الفريق بيكتشف ان اهمية وجود نجوم زي اشرف بن شرقي في ارض الملعب. ومعانا شوية صور مهمة جدا نبقى نتفرج عليها على اشرف بن شرقي ونركز قوي في الاماكن اللي كان موجود فيها. اشرف بن شرقي في بداية المباراة كان بيغطي على الناحية اليمين مع حازم إمام كأنه جناح بعقلية ظهير متواجد بمنتهى القوة، اتنقل الناحية التانية فبقى بيعمل الدور ده في الجبهة دي وقافل الجبهة دي تماما مع محمد عبد الشافي. هتلاقي أشرف بن شرقي بالمناسبة في الهدف الثالث اللي قتل المباراة تماما هو اللي ابتدى الكورة بعد ما وصلت لفرجاني ساسي قطعها سلمها لأشرف بن شرقي هو اللي ابتدى الباص. بالمناسبة في الوقت ده كان عبد الله جمعة بيتحرك، كان أنجم بيتحرك، اللعب كان في ناحية الشمال، ما كانش في أي داعي أن أشرف بن شرقي اللي ابتدى الهجمة هنا يكمل، ما فيش أي داعي لأن أنت خلاص المباراة بتموت، أنت في الدقائق الأخيرة، في أصلاً 2 معهم الكورة وبيهاجموا وفي واحد تالت جاي في ظهرهم، لكن أشرف بن شرقي لأنه لعيب سوبر وهو اللي يقدر يجيب البطولة للفريق قطع المشوار ده كله وقدر أن هو اللي يسجل الهدف. حتى في الهدف الثاني أشرف بن شرقي لاعب استثنائي. خلينا نقول إن الهدف الثاني ابتدى بضغط من فرجاني ساسي لاعب الارتكاز الثاني طارق حامد، فرجاني ساسي بيضغط على لاعب ارتكاز الترجي التونسي، وفي اللحظة دي أشرف بن شرقي اللي كان المفترض إن هو على الجناح والكوره مع لاعب الترجي، يعني اشرف بن شرقي ملوش اي علاقه بالمشهد، اشرف بن شرقي يا دوبك ممكن يطلع يجري علشان خاطر يسد الجبهه الناحيه دي، لكن اشرف بن شرقي دخل نفسه للقلب عشان لو فرجاني ساسي قدر يقطع الكوره يكون هو في العمق، يكون هو في المنطقه الخطره، ياخد الكوره ويقدر يكمل بمهارته الفرديه اللي قدر يصنع بيها الفارق لفريق الزمالك. دي كانت العوامل الرئيسيه اللي كسبت الزمالك البطوله، الروح والقوه ووصول اللاعبين اللي زي أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود علاء ومصطفى محمد لأعلى فورمة ليهم. انت عندك عمود فقري قوي جدا في الزمالك، كل اللي ناقصه كان شوية رتوش بسيطة. شوية الرتوش البسيطة دي كان منها على سبيل المثال ان فرجاني ساسي بيخسر كور كتير جدا والزمالك بيحاول يرتد من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. بمعنى ان فريق الترجي كان بيحاول يعمل الحركة المعتادة بتاعته بانه يوصل عند حمدو الهون بالناحيه دي وبعد كده يقوم مسلم الكوره باك باس، يعمل باك باس لاي حد جاي من ورا، الفرقه
كانت في اوقات كتير بتفقد مين اللي المفروض يراقب الراجل اللي جاي من ورا دي، فدي كانت مشكله. النقطه الثانيه ان كان لما الزمالك او لما الترجي هو اللي بيخسر الكوره وبترتد وتوصل لفرجاني ساسي كان بيباصي غلط لحازم امام. المشكله مش بس ان انت بتباصي غلط فبتخسر الكوره، المشكله ان لاعب الترجي كان بمنتهى البساطه ممكن يقطع الكوره يعمل عليك هجمه بجون. فضروري جدا الحاجات اللي شبه كده فرجاني لما يحس ان هو مش فورمه مش لازم يباصي بشكل مباشر في المساحه لحازم امام، مش لازم يباصي هنا علشان حازم امام يا يوصل يا ما يوصلش، ممكن بمنتهى البساطه يستنى شويه لما حازم امام يزيد ويقدر يديله باص اسهل، لان في النهايه جزء زي ده كان ممكن يضيع السوبر على الزمالك. نقطه تانية كانت مهمه جدا الحركه بدون كوره، هايل فرجاني ساسي كان في ان لما شاف مصطفى محمد في واحده من الهجمات بيحاول يبدل اللعب مع اوباما، اوباما بيتحرك هو بياخد هو دور راس الحربة ومصطفى محمد بيجي من ورا يبدل المكان بتاعه وينزل يتحرك من غير كورة، كان فرجاني هيديله الباص. دي المرة الوحيدة اللي حصل فيها حركة بدون كورة، باستثناء كده معظم الوقت لعيبة الزمالك عايزة الكورة في رجلها. ضروري زيادة الحركة بدون كرة في هجوم الزمالك، تحديدا من زيزو اللي بيحب جدا يستلم الكورة في رجله، لكن زيزو كجناح في اوقات كتير جدا لازم يستلم الكوره وهو بيجري ولازم يبقى بيكسر الخطوط دي. الفرقه كانت ممتازه في ارض الملعب في الحقيقه. باتريس كارتيرون كان مدي تعليمات لحازم امام ولمحمد عبد الشافي ان هم ما يزيدوش، ودي نقطه مهمه جدا. احنا بنتكلم في ان ماتش السوبر ده ماتش واحد، ده غير ماتش الذهاب والاياب خالص، يعني بالنسبه للزمالك لو ما جابش جون، لو ما هاجمش، لو ما حصلش حاجة إيجابية المهم ما يحصلش حاجة سلبية، ودي ميزة إنك تكسب بطولة من مباراة واحدة. وبالتالي محمد عبد الشافي وحازم إمام استمتع بأن هم كانوا بيلعبوا بهدوء كبير جدا، وهنا تبان الخبرة الكبيرة لمحمد عبد الشافي. بما إن كان زيزو معاه أو أشرف بن شرقي معاه على الجبهة فهو كان حاسس بأمان كبير جدا، وبالتالي أنت بتتكلم في إن بمنتهى البساطة كان في وقت من الأوقات قادر يزق نفسه علشان يكون مدافع ثالث، فيدي فرصة لمحمود علاء ومحمود حمدي الونش ان هم يبتدوا يتعاملوا اكتر مع راسين الحربة في فريق الترجي. احنا بنتكلم في ان الفرقة قابلت ضغط كبير جدا من الترجي، وفضل معين شعباني يجرب حيلة ورحيلة ورحيلة، لكن دايما كان محمد عبد الشافي بيعرف كويس قوي امتى يكون المدافع الثالث، امتى يفتح الملعب في الناحيه دي علشان خاطر يمنع العرضيه ان هي تطلع، امتى يحاول يحط نفسه في العمق علشان خاطر يساعد زميله على ان هو يلاقي الوقت المناسب يرجع وما يطلعش الباص ده بمنتهى السهوله. كان دايما محمد عبد الشافي حاطط نفسه في المكان الصحيح، وهي دي قيمه النجوم الكبيره اللي انت بتتعاقد معاها وقت المباريات الكبرى. الزمالك فاز النهارده صحيح، قدر يكسب ثقة كبيرة جدا في شهر فبراير اللي كان الناس كلها بتقول عليه ان هو صعب، وقدر يكسب ثقة لمباراة السوبر الجاية قدام الاهلي، هيدخل 50-50 مع الاهلي، لكن ضروري جدا انه ياخد باله ان مباراة السوبر اللي حصلت دي هي كانت الاستثناء، ضروري ان هي تبقى قاعدة، لان لحد دلوقتي الزمالك ما قدمش العرض ده غير في المباراة دي بس، انه يلعب بالوحدة دي وباللحمة دي وبالسرعة دي في المرتدات، ده كان ضروري جدا. النقطة الأخيرة إن ضروري التصرف داخل منطقة الجزاء يكون أفضل من كده، بمعنى إن إحنا قلنا إن مثلا الترجي كان حافظ لعبة واضحة وصريحة، الجناح يقطع، يعمل الباك باس، يعمل خطورة على فرقتك، وبالتالي أوتوماتيكلي اللعيب بيبقى عارف زميله الفاضي جاي فين، إنما في اللي حصل في الشوط الأول في الدقائق الأخيرة من لخبطة ما بين أوباما وما بين زيزو وما بين تصرفات فردية من أشرف بن شرقي حتى داخل منطقة الجزاء أدت إلى إن الزمالك يضيع فرصة ورا التانية ورا التالتة كان ممكن جدا تأثر على نتيجة المباراة. دي النقاط اللي الزمالك لازم ياخد باله منها في المباريات المقبلة، لكن على الأقل هي بداية ممتازة وبداية سوبر علشان ترفع الثقة وترفع القدرة عند اللاعبين للتحديات المقبلة الصعبة.